النهاردة ذكرى ميلاد الفنانة الجميلة أنغام، اللي هي صوت من أجمل الأصوات اللي موجودة عندنا في مصر ورمز جميل كده في الغنى. يعني أنغام طبعا بدأت في سن مبكرة جدا، والدها محمد علي سليمان وعمها عماد عبد الحليم، وهي تربت في نشأة كده موسيقية جميلة في الأسكندرية، وبعد كده طبعا بقت موجودة في مصر. هي دارسة للموسيقى العربية ودارسة بشكل احترافي. يعني أنغام كمان عندها يعني لون معين، عندها روح، عندها صوت، عندها يعني كده متفردة بأغانيها واختياراتها وأدائها. أنغام لما بدأت بعد في التسعينات، يعني بدأت كانت بتغني لسيدة أم كلثوم، لليلى مراد، كانت بتغني الأغاني الطربية الطويلة، ولكن يمكن في التسعينات هي حبت تنفصل عن والدها وتقدم ألبومات شبابية، وكان لعمرها لأن هي بدأت في سن صغيرة. ونجحت فعلا أنغام وبدأت في مسيرتها وقدمت عدد من الكليبات الشهيرة، واللي كانت دايما بتعملها بإتقان. يعني أنغام حريصة جدا على موسيقاها، حريصة جدا على حتى الفيديو كليبس بتاعتها، حريصة على اختياراتها بشكل كبير جدا. تجربتها في التمثيل تجربة واحدة في التلفزيون، مسلسل في غمضة عين، وتجربتها في مسرح كان سنة 99، قدمت رصاصة في القلب. وأعتقد يعني أنا نفسي أنها تجرب تعيد التجربة، لأن هي كانت جيدة جدا الحقيقة في أدائها. وعموما كده لما أنت بتسمع أنغام وتشوفها، خاصة هي عندها بعض الأغاني فيها قصص، زي أكتب لك تعهد، فيها نوع من أنواع التمثيل والإجادة، مش بس الصوت الحلو لكن الأداء. وده كمان اللي بيميز المطرب، أنه يبقى عنده منطقة الأداء دي عالية، فتوصل الأغنية بشكل مختلف. وأنغام الحقيقة عندها من الأغاني دي كتير، في بعت لي نظرة، يعني تحس كده ان في حكاية وراها، في الركن البعيد الهادي، يعني كل أغانيها فيها نوع من أنواع القصص الحلوة الجميلة اللي احنا دايما نشوفها الأنغام.